السلام عليكم أعزائي الطلبة. موضوعنا في Mass Transfer Operation هو Diffusion in Solids, Molecular Diffusion in Solid Phase في المحاضرة الخامسة بجزئها الثاني. Molecular Diffusion in Solid Phase, هنا أنا طلاب في هذا الجزء من المحاضرة راح نتطرق على انتشار المادة الصلبة, حيث أن انتشار المادة الصلبة راح تتعرض لعدة ميكانيكيات بسبب بأنه هذه المادة الصلبة راح تتشكل من عدة عوامل, فوبالتالي فإن هذه الميكانيكيات تتأثر بنوع المادة الصلبة من ناحية انتشار, مثلا انتشار إذا كان عندنا انتشار ذرات أو انتشار جزيئات أو انتشار أيونات, كل هذا تأثر على طبيعة الانتشار. كذلك تعتمد على الستركتشر للمادة الصلبة, على هيكلية المادة الصلبة, احتمال لأن هنالك أنواع من المواد الصلبة, عندنا مواد صلبة مسامية أي تحتوي على مسامات, هناك مواد صلبة ما عندها مساميتها تكون كلش قليلة أو معدومة, أو هناك مثلا مواد عندنا صلبة من نوع الكريستال أو الأمورفس ولا إلى آخره. كذلك يعتمد على نوع المادة اللي مصنعة من هذه المادة الصلبة, اللي يعني هناك عدة أنواع, عندنا المعادن, عندنا السيراميك, عندنا البوليمر, عندنا البيولوجيكال وكذلك. فلهذا بأنه عملية الانتشار بالمادة الصلبة راح تصنف إلى صنفين, عملية الانتشار تصنف إلى صنفين. الصنف الأول في حالة الانتشار تعتمد على قانون الفيكس لو ولا تعتمد على الهيكلية المتكونة من عندها المادة الصلبة. النوع الثاني هنا تعتمد على الستركشر الهيكلية للمادة الصلبة, هتكون كلش مهمة في عملية دراسة الانتشار للمادة الصلبة. راح ناخذ أذن الميكانيكيات الاثنين لدراسة انتشار المادة الصلبة. أول ميكانيكية اللي يعتمد على قانون الفيكس, على قانون الفيكس لو. احنا مثل ما اخذنا سابقا الفيكس لو هذا هو القانون العام مالته, اللي هو الان اي يساوينا ماينس زي اي بي دي سي اي اوفر دي زد. هذا اول اللي هو القانون الرئيسي للفيكس. هذا القانون الرئيسي راح نطبق عليه, شنو راح نطبق عليه؟ اشكال اللي هي الشكل المادة الصلبة. اوكي, نجي هنا اول واحد في حالة إذا كان الانتشار يحدث على وين؟ على مادة صلبة تكون مستوية, يعني السطح مستوي. فالقانون النهائي, القانون النهائي لحساب الفلكس حيكون اللي هو الـ NA شي يساوينا minus DAP driving force, مضروف لـ driving force للـ concentration على Z. هذا إجا من قانون الفيكس لو. هذا هو القانون, هو لعملية حساب الفيكس, لحساب العفو الفلكس في حالة إذا كان عندنا شنو, مثل ما قلنا في حالة إذا كان عندنا سطح مستوي, إذا كانت عندنا سطح مستوي. الحالة الثانية, الحالة الثانية طلاب في حالة إذا كان عندنا شنو, عبارة عن أسطوانة. هاي الأسطوانة طولها L, طولها L, تحتوي على قطرين, القطر داخلي وقطر خارجي. القطر الداخلي هنا هو من هو R1, هذا القطر الداخلي مالته. القطر الخارجي هو شنو, R2. فعندنا الأسطوانة طولها L والقطر الداخلي مالتها هو R1 والقطر الخارجي هو R2. بالقانون اللي راح نستخدمه هنا هو لحساب الفلكس عندنا طلاب, بما انه عندنا دي تغير قيمة الفلكس بتغير المساحة, وبالتالي قيمة الـ NA شي يساوي لنا NA داش على الـ A مثل ما اخذناها سابقا بالغاز فيز. اذا الـ NA داش على المساحة التغير مالته اللي هو 2 باي R في L, فراح نطبق هذا القانون بالتكامل مالته. بدال الزيت راح نستخدم R1 و R2, فحصير عندنا القانون النهائي لحساب الفلكس في
في حالة إذا كان عندنا أنبوب مفتوح فهذا هو قانون الفلكس الانعداش يساوي ناقصا دي اي بي سي اي 2 ناقصا سي اي 1 مضروب في 2 باي ال على لين ار 2 على ار 1. احنا نعرف قيمة من الحساب الانعداش اللي متكون من دي اي بي، احنا نعرف شنو دي اي بي، نعرف شنو سي اي 2 ناقصا سي اي 1. 2 باي ثوابت، ال ال هو طول الانبوب والR2 وR1 هي الراديوس اللي هو نصف القطر مال الأنبوب، الR2 هو نصف القطر الخارجي والR1 هو نصف القطر الداخلي. هذا القانون هو يحسب في حال إذا كانت عندنا هالو سلندر، إذا كان عندنا أنبوب مفتوح. النوع الثالث من أنواع الهيكلية للمادة الصلبة في حالة إذا كان عندنا شنو هالو سفيريكال شيب على شكل كرة. القطر الداخلي لهذا الكرة هي R1 والقطر الخارجي هي شنو R2. بنفس الأسلوب اللي اشتغلنا عليه اللي هو في حالة السلندر، فقط الاختلاف راح يكون طلاب الاختلاف يكون بالأريا. الأريا اللي أخذناها بالأنبوب هي 2 باي RL، ولكن الأريا الموجودة بالسفيريكال هي 4 باي R تربيع. نفس الحالة طلاب راح نكامل القانون بدلالة اللي R من R1 إلى R2، راح نكامله ونحصل على القانون اللي هو موجود بالأسفل اللي سأدي أشر عليه. هذا القانون اللي هو NA داش قيمة الفلكس على 4 باي ثوابت مضروب في مقلوب حاصل طرح القطر الداخلي ناقص القطر الخارجي يساوي لنا DAP مضروب في Driving Force CA2 ناقص CA1. هذا القانون هو يستخدم لحساب قيمة الفلكس في حالة إذا كانت المادة الصلبة اللي دي تنتشر هي على شكل spherical، على شكل spherical. وكما نعرف بأنه CA1 وCA2 هي الكونسنتريشن للمحلول اللي دي ينتشر على وجهي المادة اللي دي ينتشر عليها. هاي القوانين الثلاثة طلاب، كل قانون اللي أخذناه هو لحساب الفلكس، بس كل واحد شكله مختلف. أول واحد في حالة إذا كان عندنا مستوي، الثاني في حالة إذا كان عندنا أنبوب، الثالث في حالة إذا كان عندنا كرة. هاي القوانين كلها جاية من قانون الفيكس لو الأساسي، اشتق ووجدت هاي القوانين الثلاثة. بالنسبة لكم طلاب هاي القوانين الاشتقاقات مالتها غير مطلوبة، الاشتقاقات طلاب غير مطلوبة، فقط مطلوب من عندكم حفظ القوانين اللي موجودة قدامكم النهائية هي لقوانين حساب الفلكس حسب نوع الشكل اللي جاي نشتغل عليه. طلاب الميكانيكية الثانية اللي يتعرض لها في المادة الصلبة في عملية الانتشار يعتمد على هيكلية أو طبيعة المادة الصلبة، حيث يعتبر هذه الطبيعة هي مهمة، حيث أن الطلاب إحنا كما نعرف المادة الصلبة من متكونة. هاي لنفرض بأنه هو المادة الصلبة من تتكون، هي من تتكون من عدة جزيئات، سواء كانت هذه الجزيئات مرتبة بصورة عشوائية أو مرتبة بصورة منتظمة. نلاحظ بأنه هاي الجزيئات ملتصقة واحدة باللخ، في حالة إذا كان التصاقها كلش كبير هي تعتبر مادة صلدة، أو في حالة إذا كان التصاقها مو كلش فتعتبر مادة هشة. الغرض من هذا الشرح هو شنو؟ من يجي عملية انتشار الغاز على سطح المادة الصلبة يبدي، أو السائل سواء كان غاز أو سائل، من يبدي ينتشر أول مرة على السطح، وبعد ذلك نتيجة وجود المسامات بين المواد بين الجزيئات أو الذرات المتكونة من أدها المادة الصلبة، هذا الغاز أو السائل يدخل ضمن الانتشار ضمن هاي المادة الصلبة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، أيضا ينتشر وين؟ ينتشر في داخل الذرات أو الجزيئات المتكونة بها، في حالة إذا كانت هذه الجزيئات شنية تحتوي على مسامات. إذا الانتشار يكون على نوعين، انتشار يكون في داخل المسامات أو داخل الفراغات الموجودة بين الجزيئات أو ذرات المادة المتكونة من عندها المادة الصلبة، وأيضا في داخل هذه الجزيئات في حالة إذا كانت هذه الجزيئات مسامية. هاي رقم واحد.
رقم اثنين هو شنو عندكم؟ انتم من دي يمشي السائل او الغاز في داخل المادة الصلبة، نلاحظ هو الطريق اللي يسلكه طلاب، يعني مو طريق بصورة شنو يعني نقدر نقولها طريق ستريت لاين، طريق مستقيم، وإنما يشتغل شنو يبدي يمشي بالفراغات الموجودة بيناتهم. إذا الطريق اللي موجود هو طريق متموج، طريق شنو متموج. هذا الطريق المتموج راح ياخذ وقت أطول في عملية الانتشار، مو مثل ما يكون الانتشار عندنا طريق عدل. فلهذا عندنا عدة ميكانيكيات راح تتأثر أو راح تدرس عملية الانتشار بالمادة الصلبة، وبالتالي وراح يأثرنا في حساب قيمة الـ diffusion coefficient أو الـ diffusivity، لأن هذا الـ diffusivity حيكون مختلف عن اللي موجود في حالة الانتشار بالغاز أو السوائل. فعملية أو حساب الديفيوزيفيتي هنا راح يكون بشكل آخر اللي هو يعرف بالإفكتيف ديفيوزيفيتي. إفكتيف ديفيوزيفيتي، الإفكتيف ديفيوزيفيتي هي فت خاصية الثابت هو في حالة فقط موجود بالمادة الصلبة. هذا الإفكتيف ديفيوزيفيتي على شنو يعتمد؟ يعتمد هنا مثل ما مأشر هنا قدامكم، يعتمد أولا على شنو؟ على Total Cross Section Area للPorous Solid، يعني يعتمد على المسامات الموجودة بالمادة الصلبة بصورة عامة، هي المسامات موجودة بين الذرات أو الجزيئات والمسامات الموجودة في داخل هذه الجزيئات وليس فقط على الفراغات الموجودة بين الجزيئات. هاي رقم واحد. رقم اثنين يعتمد ايضا على المسار اللي دا يمشي به الغاز او السائل اللي ينتشر في داخل المادة الصلبة، عادة هو مساره هو يكون متموج وليس straight line، وبالتالي لحساب الديفيوزيفيتي راح نحسب الديفيوزيفيتي عن طريق هذا القانون، راح نحول الديفيوزيفيتي من كان DAP الى ما يدعى بالإفكتيف ديفيوزيفيتي. Effective diffusivity. Effective diffusivity هو شي يساوينا DAP مضروب في الاتا على التاو، اللي هو الاتا على التاو. هسه نعرف بعدها شنو معنى الاتا وشنو معنى التاو. فهذا القانون هو لحساب Effective diffusivity. نحسب diffusivity وبعد ذلك نطبقه بقانون الفلكس مال الفيكس لو. هو هذا القانون نفس القانون اللي سابقا حسبناه مثلا بالليكويد فيز، اللي هو في حالة إذا كانت المادة اللي ينتشر على سطح مستوي، بدل مكان هو نفس القانون طلاب، بدل مكان هنا DAP حيكون فقط effective diffusivity مضروب في الدرايفين فورس الكونسنتريشن على الزد اللي هو مسار الانتشار للمادة. زين، هذا هو قلنا مثل نفس القانون السابق، الفقط هسه الاختلاف قلنا في حساب الإفكتيف ديفيوزيفيتي. قيمة الإيتا شنو هي قيمة الإيتا؟ هو فراكشن بيروسيتي. هو شنو فراكشن بيروسيتي؟ عادة ياخذوا قيمته 0.5 أو ياخذوا قيمته 0.4 حسب ما معطى لكم طلاب بالسؤال، حسب ما معطى لكم بالسؤال. في حالة إذا تريدون تاخذوا 0.5 أو تاخذوا 0.4، في حالة إذا ما طعنا يا بالسؤال، أما إذا طعنا يا بالسؤال نلتزم بقيمة الإيتا اللي هي يعطينا إياها بالسؤال بس طلاب، إذا ما طعنا إياها ناخذها 0.5 أو 0.4، وهاي القيمة تعتمد على شنو هي الفراغات، هي نسبة الفراغات اللي موجودة بالمادة الصلبة، نسبتها اللي هي معناتها نسبة الفراغات على الكلي للمادة الصلبة، على المتكون من عندها المادة الصلبة. فإيش قد نشوف نسبة الفراغات من المادة الصلبة كلها؟ مثلا يقول لك 40% من تكوين المادة الصلبة هي فراغات، فقيمتها أما 0.4 أو 0.5. كل ما تقل هاي النسبة معناتها المادة عندنا صلبة أكثر، معناتها ماكو فراغات عندي بالمادة الصلبة. هاي رقم واحد، هذا قيمة الإيتا، عرفنا شلون نوجد قيمته، أما 0.4 أو 0.5 إذا مطانا إياها
أو إذا أعطانا إياها بالسؤال ذاك الوقت نلتزم بالقيمة اللي يعطينا إياها هو. هاي رقم واحد. رقم اثنين عندنا شنو قيمة الإيتا اللي هو هذا تاو، العفو قيمة التاو هو شنو؟ هو بور باث تورتيسيتي. هذا بور باث تورتيسيتي عادة قيمتها تأخذ من 2 إلى 3، تأخذ من 2 قيمتها إلى 3. إذا ما اعطاناها بالسؤال نتفق بأنها قيمتها تكون 2.5. إذا ما اعطاناها بالسؤال نتفق قيمتها 2.5. زين؟ بس إذا اعطاناها بالسؤال نلتزم بها، نلتزم بها. شنو هاي التورتيسيتي؟ التورتيسيتي هي ratio of the pore length to the length إذا to the length if the pore were straight in the direction of diffusion. إذا معناتها هي همية نسبة، إذا معناتها هي همية نسبة، هي شنية؟ هي ratio بين من وبين من؟ طول الفراغات إلى طول الكلي إذا كان دا يسلك المسار مالتنا هو شنو؟ straight. فهاي عرفنا قيمة الإيتا وعرفنا قيمة التاو. الإيتا هي نسبة الفراغات والتاو هي نسبة المسار اللي يمشي بيها الغاز أو السائل داخل المادة الصلبة. إذا أهم شيء طلاب بهذا الموضوع في المادة الصلبة هي قيمة الديفيوزيبيتي. إذا لازم أني عن طريق لحساب قيمة الفلكس أني لازم قبل ما أبدي أحسب قيمة الإفكتيف ديفيوزيفيتي اللي هي قيمتها جاية من الديفيوزيفيتي الاعتيادية اللي احنا نعرفها مضروب في الإيتا اللي هي قيمة الفراكشن بيروسيتي على التورتيسيتي اللي هي نسبة طول المسار. هذا هو القانون الوحيد اللي راح نستخدمه في حساب الديفيوجن in solid phase. Diffusion in solid phase. الاكزامبل التطبيقي راح ناخذه في حالة الديفيوجن in solid phase مثل ما هو موجود قدامكم. عندنا central solid of silica، عندنا silica مادة صلبة صلدة صلدة الثيكنس مالتها 2 ملم، هي porous media مطينا ال void fraction قيمته 0.3. هذا ال void fraction هنا شخصد به اقصد به قيمة الايتا and tauticity of 4 اللي هي قيمة التاو بطينا اياها. اذا قلنا are filled with water بانه معناتها راح ينتشر الماء في داخل هذه المادة الصلبة بدرجة حرارة 298 كلفن at 1/4 at 1 العفو phase the concentration of KCl. اذا معناتها احنا دا ينتشر عندنا محلول ليس فقط ماء وانما به محلول من الاملاح اللي هو النوع اللي هو KCl. احد اوجه دا ينتشر احد اوجه هذه الماده الصلبه يحتوي على محلول النسبه مالته اللي هي 0.1 مول بير لتر. اما الوجه الثاني انتبهوا هنا فريش، قايل لنا فريش ووتر دا يجري عليه فريش ووتر. اذا الوجه الاول دا يجري محلول من الماء والملح اللي هو كي سي ال ايش قد نسبي ب كنسبه مئويه اللي العفو كنسبه الاملاح هو 0.1 مول بير لتر. اما عندنا اللي هو الوجه الثاني دا يجري به مي دا يقولنا فريش، اقصد بالفريش هنا اقصد فقط بيور ووتر ما يحتوي على املاح. هذا الحكي معناته شنو دا يشير الى دا يشير نسبة الاملاح الموجود بالمي بالوجه الاول والوجه الثاني. زين هنا دا يقولنا neglecting any other resistance هاي كلها ما عندنا مشكلة بها. وراها هو ايش طالب من عندنا بالسؤال؟ calculate the diffusion of KCl. هنا عملية انتشار طالب من عندنا عملية انتشار الملح في داخل المادة الصلبة. مطيني أيضا بالسؤال مطيني قيمة DAP، مطيني قيمة DAP لعملية انتشار الملح في المادة الصلبة. هنا طلاب بما أنه هو عندنا عملية انتشار سائل في داخل مادة الصلبة فإذا أطبق القانون اللي هو قانون الموجود هنا قدامنا انتشار
انتشار السائل في داخل المادة الصلبة اللي هو القانون الوحيد اللي أخذناه. هذا القانون احنا لازم احنا نعرف قيمة الـ effective diffusivity D effective مضروب في الـ driving force concentration اللي هو CA2 ناقص CA1 على المسافة اللي دي يصير بها الانتشار اللي هو Z. أول شيء بالنسبة للـ driving force concentration driving force concentration CA2 ناقص CA1. CA2 معناتها أنا عندي الكونسنتريشن مال الKCl مال الملح على الوجه الثاني. الكونسنتريشن مال الملح للوجه الثاني هنا دا يقول لنا with شنو fresh water. fresh water معناتها ما يحتوي على أملاح، معناتها الكونسنتريشن CA2 قيمتها شي يساوي لنا صفر لأنه دا يقول لنا fresh water. أما CA1 CA1 اللي هو الكونسنتريشن مال KCl لأنه الـ A هو معناتها شنو KCl معناتها قيمته ايش قد مطينا هذا هو الها مطينا قيمته اللي هو 0.1 مطينا قيمته هو الـ 0.1. فإذا عرفنا أن الكونسنتريشن مالتي قيمة الكونسنتريشن CA2 زائد CA1 الزيت اللي مطينا إياه بالسؤال هو قيمته 2 مليمتر وحوله إلى 2 متر لأنه أنا راح أشتغل بالأمتار. بقالي شنو؟ بقالي فقط الـ D-Effective. هذا الـ D-Effective قلنا يعتمد على شنو؟ يعتمد على قيمة الـ DAP ويعتمد على قيمة الـ Eta ويعتمد على قيمة الـ Tau. الـ DAP بالسؤال مطينية والـ Eta بالسؤال مطينية والتاو بالسؤال مطينية. إذا إيش بقالي؟ كل شيء ما بقالي أقدر ذاك الوقت أطبق القانون اللي هو يقول لك الـ D effectiveness يساوي الـ DAP مضروب في الـ Eta على التاو. كل شيء متوفر أنا عندي وجدت قيمة الـ D effectiveness. من وجدت قيمة الـ D effectiveness انتهى كل شيء توفر عندي، أطبق المعطيات الموجودة بالسؤال بهذا القانون فأوجد قيمة الـ rate of diffusion. الـ rate of diffusion هنا طلاب المهم عندي أني أبين أو أعرف بالسؤال هو نوع الـ diffusion مالتي شنو. هنا عرفت بأنه هو diffusion عملية انتشار السائل في داخل مادة صلبة، وبالتالي أخلي القانون مال المادة الصلبة وأوجده. ما عندنا متغيرات هواية بالحساب قيمة الفلاكس أو rate of diffusion بالمادة الصلبة ما عدا اللي هو الكونسنتريشن بالإضافة إلى أهم شيء اللي هو الإفكتيف ديفيوزيفيتي. فدائما طلاب انتبه الديفيوزيفيتي المطينيها هي DAP أو إفكتيف ديفيوزيفيتي مطينيها بالسؤال. إذا ما مطيني الإفكتيف ديفيوزيفيتي معناتها مطيني الديفيوزيفيتي الاعتيادية، فلازم أحول هاي الديفيوزيفيتي إلى effectiveness diffusivity اللي أنا أطبقها بالسؤال لحساب rate of diffusion in solid phase. بهذا الجزء طلاب راح ننهي من المحاضرة الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة هي diffusion in solid phase. يا رب تكون قد استفاديتم من المعلومات الموجودة بها، وبالتالي انهينا diffusion in solid phase. ولقاؤنا إن شاء الله بمحاضرة ثانية، وشكرا جزيلا للجميع.